وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم ومساكم وصبحكم بالخيرات والمسرات. وبالنسبة لما تفضلتم به من السؤال، شخص كان قد أعطى زميلا له قرضا، واستمر هذا القرض ما يقارب 20 عاما، وقد نسيه هذا الشخص أي المقرض، وقبل شهر جاءه المستدين بالمبلغ وسلمه له. والسؤال، هل كان يلزمه، أعني المقرض، أن يخرج عن هذا المبلغ زكاة، وماذا يلزمه الآن؟ نقول المسألة هنا فيها تفصيل، والتفصيل كالتالي: أن هذا المبلغ الأصل فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة، وأن المقترضين هم على أنواع. النوع الأول، إما أن يكون هذا المقترض مليئا يعني غنيا ووافيا يعني ليس مماطلا، وإما أن يكون غنيا ولكنه مماطل، وإما أن يكون فقيرا معسرا. فإذا كان غنيا وافيا يعني متى قلت له يا فلان قرضي فيوفيك ويسددك، فهذا تجب فيه الزكاة على المقرض كل سنة، تجب فيه الزكاة على المقرض كل سنة. وإذا كان من النوع الثاني، أي أنه معسر أو مليء لكنه مماطل، فزكاته زكاة واحدة عند قبضه، فزكاته زكاة واحدة عند قبضه. فإذا كان من الصنف الثاني فالنسيان هنا لا يضر، فستخرجه زكاة واحدة بعدما قبضت ولو جلس عنده 10 سنين. لكن إذا كان من النوع الأول فإنه كان يلزمك أن تخرج الزكاة في كل سنة، فإنك تقول أحسن الله عليك إنك نسيت. نقول نعم، القاعدة تقول أن النسيان عذر يرفع الحرج لكنه يبقي الواجب، النسيان عذر يرفع الحرج ولكنه يبقي الواجب. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني يرفع الحرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فالحرج مرفوع لكن الواجب موجود، وهو أداء الزكاة على مدار هذه الفترة السابقة. طيب، تقول: كيف يمكنني أن أؤديها؟ نقول: مقدار المبلغ تقسيم 40 ضرب 20. ليه؟ ربع العشر هو ماذا؟ ربع العشر هو 1/40. فلما نقول المبلغ تقسيم 40، هذا اللي هو النص اللي هو قيمة الزكاة، ضرب 20 اللي هي المدة الزمنية اللي هي عبارة عن 20 سنة. فلو قلنا المبلغ مثلا 1,000,000 ريال، فنقول مليون تقسيم 40 ب 250، ب 250 ريال، ب 25,000 ريال. 25,000 ريال في 20، 25,000 ريال هنا في 20 يكون عبارة عن 500,000 طوال هذه الفترة. ونذكر: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله عز وجل تكفل وقال: ويربي الصدقات، ويربي ويربي الصدقات، ويربي الصدقات. وهناك طريقة ثانية، الطريقة الأولى طريقة الاستبراء. طيب، هناك طريقة ثانية، ما هي الطريقة الثانية؟ إنك أنت الآن تأتي مثلا وتقول: المبلغ 1,000,000 ريال، السنة الأولى زكاته 25، فأصبح المبلغ 975، فناخذ 975 ونقسم على 40 ونخرج الزكاة ونطرحها منه، وهكذا حتى نصل إلى 20 سنة. وإذا أردت أن تستبرئ مرة واحدة، ومن يتاجر مع الله عز وجل لا يخيب ولا يضيع، فاجعل كما قلنا آنفا المبلغ تقسيم 40 ضرب الفترة الزمنية اللي هي 20. وأسأل الله عز وجل وفقنا لكم لكل خير. تم تحدث صوتيا في ظهيرة يوم الأحد 30 خلونا من رمضان المبارك لعام 41 و400 ألف هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء والداء، ونستبشر بما
أصدره خادم الحرمين وفقه الله لكل خير وبر يا رب العالمين، برفع الحظر حظر التجوال الجزئي عن جميع مدن المملكة خلع مكة شرفها الله، وبذلك نستبشر إن شاء الله عز وجل برفع الوباء بإذن فاطر الأرض والسماء. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.